ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. دكتور طارق نرحب بك، وفي البداية هي ثوابت مصرية واضحة إزاء التعامل مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبعده على لبنان، في رأيك إلى أي مدى تثبت الأيام والتطورات صحة وصواب الرؤية المصرية، ومتى يتحقق تصور القاهرة بخصوص إنهاء التصعيد والعمليات العسكرية؟ ليتهم يستمعون إلى هذه الرؤية المصرية الكلية، وتصور أن كلمة السيد وزير الخارجية في مجلس الأمن يعني كانت كلمة قوية متماسكة واضحة شاملة كرؤية الدولة المصرية كسياساتها الثابتة والراسخة. قال لهم بوضوح: عجزكم مخزن، عجز مجلس الأمن مخزن، لأنه أدى إلى ما نشاهده الآن في لبنان. هذا هو السياق الطبيعي، هذا كان نتيجة طبيعية للمقدمات، يعني النتائج لا تنفصل عن معطياتها ومقدماتها التي استمرت عاما كاملا في هذه الحرب، حرب العدوان والإبادة في غزة. فكان منطقيا أن نصل إلى ما وصلنا إليه في لبنان. فقال لهم بوضوح: لم يعد مقبولا تطبيق القرارات بانتقائية على أطراف دون أخرى، هذا يتعارض تماما مع فكرة القانون الذي يعني يجب أن تتسم أحكامه ومضامينه بالعمومية والتجريد. وقال يعني حذرنا مرارا، فعلا مصر حذرت مرارا القيادة السياسية في أكثر من مناسبة وفي أكثر من محصل، حذرت من استمرار هذا العدوان في غزة لأنه يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع، وهذا ما نشاهده يوما بعد يوم. الرؤية المصرية تتحقق والأيام تثبت مدى دقتها، وكأن الدولة المصرية والقيادة السياسية تقرأ من كتاب مفتوح. شاهدنا هذه المواجهات في لبنان، شاهدنا صواريخ الحوثي، شاهدنا الفصائل العراقية، تضرر الملاحة الدولية في البحر الأحمر، كل هذا توقعته وحذرت منه ونبهت إليه الدولة المصرية. هو الآن عدوان مكتمل الأركان، انتهاك واضح وصارخ لسيادة لبنان. وتصور أن هذه هي رؤية المصرية، رؤية الدولة المصرية، رؤيتها يعني تثبت الأيام والأحداث تباعا مدى دقة وصواب هذه الرؤية الثاقبة. وأن مصر العظيمة وذلك الثقل الحضاري والاستراتيجي لا يخلط أبدا ما بين السياقات. يعني سريعا أريد أؤكد الآتي، يعني مصر تقدم نموذجا لعمق الفهم ومثالا للبصر الاستراتيجي الحاد، هي يعني مع وحدة التراب الوطني، وهي لا تتعامل إلا مع المؤسسات الشرعية، وهي يعني لا تريد هذه الميليشيات وتعتبرها سبب المشاكل. ولكن عندما في هذه اللحظة عندما بتتصدى هذه الميليشيات لذلك العدوان، فمصر ترى أن ذلك حركة من حركات المقاومة المشروعة، وهذا هو السياق، وأنه ليس وقت المناكفة معها لأن دولها مهددة، وأن هناك مخطط إسرائيلي جهنمي خبيث للتوسع وقضم مزيد من الأراضي. فهي رؤية شاملة، يعني ليت العرب وليت المجتمع الدولي يستمع وينفذ ما جاء فيها. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الدكتور طارق البرديسي الخبير في العلاقات الدولية، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.